بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نتناول سويا شرح البرمجة بلغة فيجوال بيزك 2008. أول حاجة عايزينها إن احنا نعرف إيه الأهداف اللي احنا عايزينها من تعلم البرمجة وتطبيقاتها. أول هدف عندنا هو التعرف على أساسيات البرمجة. الهدف الثاني المقدرة على صياغة المشكلات في صورة يمكن برمجتها. الهدف الثالث المقدرة على حل المشكلات باستخدام البرمجة. الهدف الرابع المقدرة على مقارنة الحلول المختلفة للمشكلات بهدف الوصول إلى أفضل هذه الحلول وأنسبها. الهدف الخامس المقدرة على تتبع الأخطاء في البرامج التي يتم تنفيذها. الهدف السادس هو المقدرة على فهم البرامج المعدة سابقاً. الهدف السابع هو المقدرة على تطوير البرامج المعدة سابقا. لو جينا نشوف موضوع صياغة المشكلات وحلها، أي مشكلة في الدنيا أو نقدر نقول أي عملية في الدنيا بتمر عندنا بثلاث مراحل. أول مرحلة هي مرحلة المدخلات، ثم مرحلة المعالجة، ثم مرحلة المخرجات. يعني لو تخيلنا مع بعض رغيف العيش اللي احنا بناكله، رغيف العيش ده مر بالثلاث مراحل دول. كان فيه مدخلات دقيق وميه وخميره او ما سوى ذلك، وبعدين تم معالجه كل هذه المدخلات بصيغه او بصوره معينه، وقدرنا نخرج منها بالمخرج اللي احنا عايزينه. انواع التطبيقات الابليكيشن تايبس اللي احنا هنتكلم عليها في الفيجوال بيزك ان شاء الله تعالى هي الكونسول ابليكيشنز والويندوز ابليكيشن والويب ابليكيشنز. هنبدا بالكونسول ابليكيشنز. الثلاث خطوات اللي احنا قلنا عليهم اللي هم المدخلات والمعالجه والمخرجات بتتم في الكونسول ابليكيشن باوامر بسيطه جدا. في المدخلات بنكتب له اسم المتغير المطلوب ادخاله ونقول بيساوي كونسول دوت ريد لاين، ونحط قوسين، قوس مفتوح وقوس مقفول. اما المخرجات فبتتم عن طريق احنا نقول له كونسول دوت رايت لاين، وبين قوسين بنكتب اسماء المتغيرات المطلوب اخراجها. تعالوا ناخد مثال بسيط نوضح به هذه العمليه. اكتب برنامجا لحساب مجموع رقمين صحيحين. رايت ا بروجرام to calculate the sum of two numbers. اول حاجة عايزين نشوف صياغة المشكلة وحلها. ايه المدخلات اللي عندنا؟ ايه المخرجات؟ ايه العمليات او المعالجة اللي هتتم عشان نوصل من المدخلات الى المخرجات؟ من الموضوعات المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها ان هدفنا الاول بيكون هو المخرجات مش المدخلات. يعني احنا لما حبينا نجيب دي اي ونحطه على العيش كان هدفنا في النهاية ان احنا عايزين نوصل الى رغيف عيش، فالاول لازم احنا نكون عارفين ايه الهدف بتاعنا. فالبرنامج بتاعنا ده الهدف هو احنا عايزين نجيب مجموع الرقمين. لو شفنا المدخلات بتاعتنا لان اول خطوة عندنا هي ادخال الرقمين، تاني خطوة جمع الرقمين، تالت خطوة طباعة ناتج الجمع. اول خطوة input the two numbers، sum the two numbers، وفي الاخر خالص بيجي print the sum. تعالوا نشوف مع بعض البرنامج ده. اول حاجة هنوصف المتغيرات. احنا دلوقتي زي ما شفنا في عندنا رقمين عايزين نجمعهم، ففي عندنا ثلاث متغيرات، متغير هنخزن فيه الرقم الاول، متغير هنخزن فيه الرقم الثاني، ومتغير هنخزن فيه المجموع. فلذلك جينا هنا قلنا له ديم، ودي في الفيجوال بيزك معناها يوصف. نم 1 ده اسم المتغير الاول اللي هنخزن فيه الرقم الاول، وقلنا له خزنه از انتجر يعني كمتغير صحيح. نفس القصه ديم نم 2 اللي هو المتغير اللي هنخزن فيه الرقم الثاني از انتجر، ديم نم سم اللي هو مجموع الرقمين از انتجر. وزي ما قلنا انتجر ده عشان ده متغير رقمي صحيح. يبقى دي اول حاجه توصيف المتغيرات، ان انا لازم قبل ما استخدم المتغيرات ان انا اوصلها. في بعض لغات البرمجه ما بتستلزمش
ذلك، ولكن في الفيجوال بيزك والسي بتستلزم ان احنا نوصف المتغيرات اول. بنيجي بعد كده على ادخال رقمين اللي هم مين؟ اللي هم نم 1 ونم 2. فنيجي نقول له نم 1 بيساوي كونسول دوت ريد لاين، وقوسين واحد مفتوح وواحد مقفول. نفس الكلام نم 2 هنقول له كونسول دوت ريد لاين قوسين. عايزين نبدا نحسب مجموع الرقمين ونخزنه في المتغير الجديد اللي اسمه num sum. فنيجي نقول له num sum equal num 1 plus num 2. عايزين نطبع ناتج الجمع هنقول له console.write line، وبين قوسين هنقول له num sum. البرنامج ده زي ما شفنا احتوى اولا على توصيف المتغيرات، ودي لازم بتتم في بداية البرنامج. الثلاث خطوات اللي احنا اتكلمنا عليهم ادخال، معالجة، اخراج. قبل ما نطبق البرنامج ده عايزين نفهم ايه اللي بيحصل في الكمبيوتر من جوه لما بنديله البرنامج ده. الذاكرة عندنا او الرام هي عبارة عن مخازن، بوكسز اللي قدامنا دي. كل مخزن له عنوان، كل مخزن له عنوان. لما نيجي نكتب البرنامج اول خطوة بنكتبها له بنقول له dim num1 as integer، dim num2 as integer، dim num sum as integer. فهيبدأ الراجل يروح جاي موصف لنا، هيروح جاي موصف لنا المتغيرات اللي عندنا دي اللي احنا قلنا له عليها، هيوصفها في الذاكرة. لو خدنا جزء من الذاكرة وكبرناه كده فهنلاقي ان هو حجز لنا ثلاثة بوكسز، بوكس سماه num1، بوكس سماه num2، بوكس سماه num sum. هنيجي نقول له هنا num1 بيساوي console.readline. اول ما بيشوف كلمة console.readline بيروح على الشاشة وينتظر من مستخدم البرنامج انه يدخل له قيمة، وليكن المستخدم راح مدخله قيمة 2 وانتر، فبيروح هو واخد القيمة اللي دخلها المستخدم ويخزنها في المتغير اللي اسمه num1. عد على جملة تانية اسمها num2 بتساوي console.readline، فمستنى المستخدم يدخله قيمة، كتب له 3 وانتر، راح هو مخزن 3 وانتر في الذاكرة. يبقى دلوقتي عندنا في البوكس اللي اسمه num1 متخزن فيه رقم 2، والبوكس اللي اسمه num2 متخزن فيه رقم 3. عد على جملة المعالجة اللي هي numSum بتساوي num1 زائد num2، فراح حاسب قيمة البوكس اللي اسمه numSum عن طريق مجموع التو بوكسز اللي اسمهم num1 ونum2، فطلع بخمسة. عد بعد كده على جملة اسمها console.writeLine num sum، فراح كاتب على الشاشة المجموع بتاعها. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل هذا البرنامج. هنفتح الفيجوال بيزك او الفيجوال ستوديو، ونيجي نقول له فايل نيو بروجكت. احنا طبعا نشتغل زي ما قلنا كونسول ابليكيشن، هنسميها كونسول ابليكيشن 1. فتح لي شاشة عشان اكتب فيها البرنامج اللي احنا عايزينه. نلاحظ ان هو فتح لي جاهز مكتوب الـ sum main والـ end sum والـ end sub، ولعل هذا هنتناقش فيه بعد كده ان شاء الله. هنيجي هنا نكتب له dim num1 as integer. واضح ان هو الحاجات اللي جاهزة عنده بيكتبها لي dim num2 as integer dim num sum as integer. ممكن نسيب اسطر فاضيه مفيش اي مشكله خالص. هنقول له num1 بيساوي console dot readline، num2 بيساوي console
دوت فيد لاين نم سم. نلاحظ المتغيرات اللي احنا وصفناها فوق هو لوحده بيتعرف عليها ويحطها لنا عشان نكمل عليها. بتساوي نم 1 بلس نم 2. كونسول دوت رايت لاين نم سم. احنا كده عملنا البرنامج، هنحفظ البرنامج ونشغله. نلاقي البرنامج جاب لي شاشة سودا، وهي شاشة الكونسول ابلكيشن بتكون سودا، ممكن نغير لونها بعد كده زي ما هنشوف ان شاء الله. طبعا البرنامج واقف مستني مني حاجة، فراح كاتب له 2 وانتر. برضه مستني مني حاجة، اكتب له 3 وانتر. نبص مع بعض، في رقم 5 اتكتب بسرعة كده ومشي البرنامج وما شفناش منه حاجة. هنشوف الكلام ده مع بعض بالتفصيل. البرنامج احنا عملناه برنامج كويس، لكن في بعض العيوب. تعالوا نحسن البرنامج بتاعنا شوية. توصيف المتغيرات، ممكن نوصف مدام المتغيرات كلها من نفس النوع اللي هو الانتجر، فهنيجي نقول له dim num1, num2, num sum as integer. فيمكن احنا نوفر وقت ومجهود بدل ما نكتب له جملة توصيف لكل متغير لوحده، لا، لو المتغيرات ليها نفس النوع بنكتبها في نفس السطر. طيب المتغير الاولاني زي ما قلنا نشغل برنامج، احنا ما كناش عارفين هو عايز ايه، لان السودا طلع وما عرفناش هو عايز ايه، فلذلك ممكن غالبا ما بندخله المتغير برساله. ازاي؟ يعني نيجي نكتب له زي ما واضح قدامنا، واكتب له الاول كونسول دوت رايت لاين، وعرفنا ان رايت لاين دي بتاعه الاظهار، بتاعه اخراج. بس بدل ما بخرج له متغير بخرج له رساله، وهو ده الفرق، ان انا لما بكتب له دبل كوتيشن زي كده بيفهم ان اللي بينهم دي رساله لا معنى لها عنده، بيطلعها على الشاشه زي ما هي. فاجي اكتب له اقول له طلع على الشاشه جمله رساله input the first number، بحيث ان اليوزر اللي قاعد قدام البرنامج يفهم الكمبيوتر بيستني منه ايه. وبعد كده اجي اقول له الجمله بتاعتنا اللي هي num1 بتساوي console.readline. نفس الكلام هعمله في المتغير الثاني، هدخله برساله، هكتب له console.writeline، اخرج على الشاشه رساله مكتوب فيها input the second number، واكتب له بعد كده الجمله اللي بيدخل فيها اللي هي num2 بتساوي console.readline. الحساب زي ما هو، ما فيش فيه تغيير خالص، num sum بتساوي num1 plus num2. طيب الاخراج بقى طباعه ناتج الجمع، بدل ما اكتب له ناتج الجمع على طول هكتب له console.writeline برضه بين كوسي بين على دبل كوتيشن رساله، اقول له the sum equal، وعلامه اند بحطها عشان اقول له ان انا عايز اطبع كذا حاجه. يعني انا عايز اطبع رساله بين دبل كوتيشن اهي فهتطلع على الشاشه زي ما هي، وعايز اطبع قيمه المتغير اللي اسمه نام صم. نلاحظ ملحوظ ان نام صم ما فيش حواليها دبل كوتيشن، لو نام صم عملت حواليها دبل كوتيشن هيطبع لي كلمه نام صم على الشاشه. ليه؟ لانه هيفهم ان دي رساله انا عايز اطلعها. لكن لما انا اجي ما احط نم صم مش بين كوتيشن، يفهم منها انه يذهب الى الذاكره ويشوف قيمه النم صم بكام ويطلعها لي. زي ما شفنا مع بعض ان لما شغلنا البرنامج، البرنامج ما وقفش عشان نشوف النتيجه، فلذلك دائما ما بننهي البرنامج بتاعنا بجمله عشان نوقف بيها البرنامج اللي هي كونسول دوت ريد لاين من غير اي متغير خالص، هي بس جمله. ما احنا شفنا ان الريد لاين كونسول دوت ريد لاين بتخلي البرنامج يقف لغايه اليوزر ما يدخل قيمه ويدوس انتر. فنفس الكلام انا عايز بعد ما يخلص البرنامج مش يخرج وخلاص، لا، انا عايز يقف عشان اليوزر يشوف الناتج بتاع الجمع يشوفه يطلع عامل ازاي. تعال نرجع مع بعض البرنامج بتاعنا ونعدل فيه. طبعا ممكن نسيب دول زي ما هو او نكتب كوما ونضمهم مع بعض.
بدل ما بدخل المتغير الاولاني كده على طول، لا ده انا هقول له كونسول دوت رايت لاين انتر ذا فيرست نمبر، ولازم يكون بين اتنين دبل كوتيشن. نفس الكلام هنيجي هنا قبل ما ادخل المتغير التاني، هقول له كونسول دوت رايت لاين انتر ذا سكند نمبر. الحساب زي ما هو مفيش فيه مشكلة، في الطباعة هاجي هنا أقول له the sum equal وأديله علامة and. معنى الكلام ده إن أنا عايز أطبع حاجتين، عايز أطبع رسالة وعايز أطبع جنبها قيمة المتغير num sum، زي ما اتفقنا إن إحنا نيجي في الآخر نقول له console.readline عشان نوقف البرنامج بتاعنا. هنحفظ البرنامج ونشغله مع بعض. لو شغلنا البرنامج دلوقتي هنلاقي أول حاجة سألني، قال لي enter the first number، هنقول له 2 وانتر. enter the second number هنديله 3 وانتر. طبعا 2 و3 دي مش ثابتة، ده هي حسب المسألة اللي معانا. راح مديني رسالة قال لي the sum equal 5، ونلاقي البرنامج وقف. المرة اللي فاتت كان جاب 5 وجري، لا دلوقتي جاب 5 ووقف لأني مديله رسالة إن هو يقف ويستنى مني أي حاجة أدخلها، فأنا هدوس إنتر على الفاضي يخلص البرنامج. لو حبينا نتبع هذا البرنامج بسهولة، تعالوا نشوف حضراتكم من قائمة debug. في عندنا F10 بتشغل لنا البرنامج خطوة خطوة. تعالوا نشوف حضرتك مع بعض كده، هندوس F10 نلاقي ان هو عد على جملة dim number 1 number 2 و num sum. لو جينا نشوف هنا هنلاقي بقى في عندنا ثلاث متغيرات اسمهم num 1 num 2 num sum، واخدين values بصفار. هندوس F10 هنلاقي ان هو طلع لي رسالة enter the first number، وبعدين لما عدى على جملة num1 بتساوي console.readline راح للشاشة ومستنى اديله قيمة، قلت له 2 وانتر. لو جينا نشوف ال values بتاعتنا هنلاقي ان num1 بقت بكام؟ ب2. النم 1 بقت 2 ولا زالت نم 2 ب0 ونم سام ب0. طيب هندوس F10 وخطوه بعد كده هنلاقي ان هو كتب لي على الشاشه انتر ذا سكند نمبر. هندوس F10 الاقي راح للشاشه ومستني اليوزر يدخل له قيمه، هنقول له 3 وانتر. هنلاقي دلوقتي ان النم 2 بقى فيها قيمه ب3 لان المستخدم اليوزر دخل هنا قيمة 3 فتخزنت في num 2. لو دوسنا دلوقتي على F10 نلاحظ ان num sum ب0، هندوس على F10 هنلاقي num sum بقت ب5 لان هو اعتبر ان num sum بتساوي المخزن بتاع num sum 1 num 1 زائد num 2. هيجي console.writeline هيلاقي ان الاثنين في عندي 2 دبل كوتيشن، هيفهم ان اللي بينهم ده عبارة عن رسالة هيطبعها على الشاشة. و num sum هيشوف قيمتها في الذاكرة بكام، هيلاقي ب5، هيروح طبيعي ذا sum equal 5 زي ما هو واضح قدامنا. عدى على console.readline راح لليوزر ومستني منه انه يدخل اي قيمة. فاحنا ممكن ان احنا نمشي خطوة بخطوة البرنامج عن طريق F10 او F10. ممكن ان انا الاوتبوت اكتبه صورة تانية، ده البرنامج اللي فات هو جملة الكونسول دوت رايت لاين
كتبناها بصورة تانية وعايزين نفهمها كويس. هقول له كونسول دوت رايت لاين، يعني اكتب على الشاشة نم 1. نم 1 دي محطوطة هنا من غير دبل كوتيشن، فالمفروض ان هو هيدور في الذاكرة على قيمة نم 1 ويروح طابعها على الشاشة، ويطبع كمان بين دبل كوتيشن في علامة زائد. يبقى علامة الزائد دي هتطبع على الشاشة زي ما هي، ملوش دعوة بمعناها، ويطبع كمان نم 2 من غير دبل كوتيشن، وده معناه ان هو هيشوف قيمتها بكام ويكتبها على الشاشة، ويطبع كمان بين دبل كوتيشن علامة تساوي. ما دام بين دبل كوتيشن يبقى دي رسالة، يطبعها الشاشة زي ما هي ويحط لي علامة تساوي، ويطبع كمان نم صم مش بين دبل كوتيشن فيطبع لي القيمة بتاعتها. هيبقى المنظر أفضل. تعالوا نرجع للبرنامج بتاعنا ونعمل فيه هذا الكلام. هنيجي هنا بدل ما هي كونسول دوت رايت لاين ذا سم ايكوال كذا، هنيجي هنا نقول له نم 1 اند علامة بلس اند نم 2 اند علامة ايكوال. هنحفظ ونشغل. فيرست نمبر هنقول ان هو ب 4، سكند نمبر ب 6، راح طبع لي 4 بلس 4 بلس 6 ايكوال 10. وطبعا واقف مستني اديله اي حاجه عشان اخلص بيها البرنامج. واضح من المثال اللي فات ان انا اقدر ان انا ابدا في جمله الكونسول دوت رايت لاين اعمل الصوره اللي انا عايزها عن طريق الرسائل وعن طريق المتغيرات، فأقدر أحطهم بأي صورة أنا عايزها. تعال نشوف مع بعض برنامج تاني. قم بعمل برنامج على أساس المخرجات التالية. Make a program based on the following output. إيه الـ outputs اللي إحنا عايزين نطلعها؟ الـ inputs هنحطها باللون الأحمر. هتطلع رسالة يقول له input name، هيروح كاتب عطف. input age هيروح كاتب 40، هيروح مديله رسالة يقول your name is عاطف your age is 40. تعال نشوف ازاي نعمل البرنامج ده. برنامج بسيط جدا. في عندنا مدخلات فئة، هي دي المدخلات، وكل الازرق ده عبارة عن مخرجات. أول حاجة هنشوف المشكلة بتاعتنا. أول حاجة هندخل الاسم والعمر، تاني حاجة هنطبع الاسم والعمر. واضح طبعا البرنامج ده مفيش فيه معالجة، مفيش فيه أي نوع من العمليات اللي بتتم. تعال نشوف البرنامج بيتكتب ازاي. أول حاجة هنوصف المتغيرات اللي عندنا. عندنا متغيرين، قلنا له dim name as string و dim age as integer. واضح طبعا ان احنا هنا عرفنا حاجة جديدة اللي هي كلمة string، وده علشان ده متغير حرفي. في المتغير الحرفي بنقول له string، اما المتغير الرقمي فبنقول له integer زي ما شفنا في البرامج اللي فاتت. يبقى اول حاجة عملناها ان احنا وصفنا المتغيرات اللي احنا نعوز نستخدمها في البرنامج. هنبدأ بعد كده ندخل الـ variables بتاعتنا عن طريق رسالة للمستخدم. يعني متغير الاسم هندخله، هنقول له console.writeline اطبع الشاشة input name، ونقول له name بيساوي console.readline. واضح طبعا ان كلمة name دي ملهاش اي علاقة بنيم دي. هو طبعا يفضل ان يكون اسماء الفاريبلز ليها علاقة بالقيم اللي بتخزن جواها، لكن ممكن واحد يجي هنا يكتب input the name، input name، my name، اي حاجة، your name. دي ملهاش اي، دي رسالة بتطلع على الشاشة ليس لها اي معنى، هو بيطلع على الشاشة ملوش دعوة بمعناها. واجي هنا اقول له name، المتغير اللي اسمه name يساوي console.readline. نفس الكلام هبدأ ادخل العمر رسالة، برضو هيدي له رسالة يقول له input age، ويقول له age المتغير اللي اسمه age اللي انا وصفته من شوية بيساوي console.readline. هنبدأ بقى نطبع الرسائل بتاعتنا. هنقول له console.writeline your name is والنيم، ونحط full stop في الآخر،
وبرضه يور ايج از، ويضع له قيمه الايج ويحط فول ستوب في الاخر. واضح طبعا ان هنا ما دام دول بين دبل كوتيشن يبقى دي رساله تطلع زي ما هي. اما نيم وايج مش بين دبل كوتيشن فيطبع لي القيم بتاعتهم من الذاكره. اخر حاجه جمله جمله ادخال لتوقيف البرنامج كونسول دوت ريد لاين. تعالوا مع بعض نكتب البرنامج ده بسهوله وبساطه. هنيجي نقول له فايل نيو بروجكت، هنسميه كونسول ابلكيشن 2. هنيجي هنقول له دم نيم از سترينج، دم ايج از انتجر. هنبدأ ندخل المتغيرات، بس نديها الأول رسالة كونسول دوت رايت لاين انتر ذا نيم، وأقول له هنا نيم بيساوي كونسول دوت ريد لاين. يبقى انا كده هدخل النيم عن طريق رسالة. نفس القصة برضه هقول له كونسول دوت رايت لاين انتر ذا ايج، ممكن نقول الايج بيساوي كونسول دوت ريد لاين. بقي عندنا طبعا مفيش عندنا زي ما قلنا حسابات ولا معالجة، هنطبع على طول هنقول له كونسول دوت رايت لاين يور نيم از، ونقفل دبل كوتيش عشان تنتهي الرسالة. نقول اطبع لنا كمان النيم، واطبع لنا كمان بين دبل كوتيشن الفول ستوب. نفس دي ممكن ناخدها كوبي وبيست، بس بدل ما يور نيم نقول يور ايج، وبدل النيم هنا هنضع مكانها الايج. كده خلصنا البرنامج، بس زي ما قلنا لازم نديها جملة كونسول دوت ريد لاين عشان نوقف البرنامج. تعالوا نحفظ البرنامج كنترول اس ونشغل البرنامج سواء من هنا او عن طريق F5. قال لي انتر نيم هقول له قاطف، انتر ايج هقول له 40، فراح كاتب لي يور نيم از قاطف يور ايج از 40، ومستني مني اديله اي حاجه عشان يخلص البرنامج، فاديله انتر على الفاضي يبقى هو كده خلص البرنامج. من الحاجات المهمة اللي عايزين نتعرف عليها ان الارثماتيكال اوبريشنز، احنا شفنا ان في عملية معالجة بتتم عندنا، وكنا خدنا في البرنامج الاولاني معالجة جمع. في عندنا الجمع والطرح والضرب والقسمة والانتجرال ديفيجن اوبريتور اللي هي القسمة الصحيحة. يعني لما تقسم 7 على 2 قسمة عادية، تروح مدياك 3.5. لو قسمتها قسم صحيحة تديك 3 فقط. المود بتديني باقي القسمة، بحيث لو قلت له 7 مود 2 مفروض تديك 1، لان 7 على 2 فيها 3 والباقي 1 فبيديني 1. الاكسبوننشال الاس ده الرمز بتاعه. دي كده ملخص سريع للاوبريتورز اللي احنا بنستخدمها في عمليات المعركة. عايزين نعمل برنامج ميك ا بروجرام بيزد اون ذا فولوينج اوتبوت، قم بعمل برنامج على اساس المخرجات التاليه. ايه هي المخرجات؟ قال له انتر نمبر، قال له 5، قام يديله سؤال سكوير اوف 5 از 25. لو جينا نشوف صياغه المساله بتاعتنا، صياغه المشكله، لان اول حاجه ادخال الرقم امبوزامبر، تاني حاجة حساب مربع الرقم،
تالت حاجة طباعة مربع الرقم، وهي نفس الخطوة اللي احنا قلناها قبل كده، ادخال حساب طباعة. هنبدأ نكتب البرنامج مع بعض. أول حاجة نوصف المتغيرات ديم نمبر كوما سكوير از انتجر، لأن الاتنين من نفس النوع فيمكن ينفع إن نحطهم في نفس السطر. إدخال متغير الرقم برسالة كونسول دوت رايت لاين انتر ذا نمبر أو انتر نمبر، وأقول له نمبر بيساوي كونسول دوت ريد لاين. حساب متغير التربيع هنقول له سكوير بيساوي نمبر أس 2، وهنبدأ نطبع الرسالة بتاعتنا. هنقول له سكوير اوف تبين دبل كوتيشن تطلع زي ما هي على الشاشة، اند ويطبع كمان النمبر، النمبر مش بين دبل كوتيشن، يوم يطبع قيمته اللي احنا سبق ان احنا دخلناها في هذه الجملة، وايز بين دبل كوتيشن تطلع زي ما هي، وسكوير مش بين دبل كوتيشن فيضع لك قيمتها اللي هي لسه محسوبة من المعادلة القدامتين، وفي الآخر يحط لي فلوس طب، وما ننساش في الآخر نحط جملة نوقف بيها البرنامج بتاعنا اللي هي console dot read line. تعالى نعمل البرنامج ده بسهولة على الدوت نت. هنقول file new project console application 3 هنقول dim نمبر، طبعا ممكن نسميه نمبر نسميه نم حسب ما احنا عايزين، كوما سكوير از انتجر. دي عملية توصيف متغيرات. هنبدأ ندخل المتغير اللي احنا عايزينه. هنبدأ نقول له كونسول دوت رايت لاين انتر the number واجي نقوله number بيساوي console dot read line. نبدأ نحسب المتغير اللي اسمه square بيساوي number أس 2، طبعا ممكن نقوله نمبر في نمبر، بس طبعا عايزين أس 5 مش عايزين نقوله نمبر في نمبر في نمبر في نمبر، فهنقول أس على طول عشان نطبع المتغيرات بتاعتنا. هنقوله console dot right line the square of ونطبع قيمة النمبر ونحط له is، ونطبع قيمة square كمان نحط في الآخر follow stop. زي ما قلنا إن أي حاجة بين double quotation معناها رسالة تطلع شاشة زي ما هي. عشان نوقف البرنامج بتاعنا هنديله console.readline. هنحفظ البرنامج هنشغله enter the number هنقول له 4 أو 5 and the square of 5 is 25. نشغل البرنامج مرة تانية نديله رقم تاني نقول له مثلا 6، راح مدينا رسالة وقال the square of 6 is 36. واضح جدا البرنامج بتاعنا بيعمل العمل المطلوب منه. نعمل برنامج كمان make a program based on the following output، قم بعمل برنامج على أساس المخرجات التالية. إيه هي المخرجات؟ هيديله رسالة يقول له enter name، هيقول له عطف، enter length اللي هو الطول بتاعك هيقول له 185، هيروح طبعا رسالة يقول له عاطف you are 1 meter and 85 سنتيمتر. الواحد متر وخمسة وثمانين سنتي دول مستنتجين من الانبوت اللي هيدخله لي اليوزر. تعال نشوف مع بعض البرنامج ده نعمله ازاي. اول حاجة هندخل الاسم والطول، تاني حاجة هنحسب مفردات الطول اللي هي الانديفيدوالز بتاعت اللينس بالمتر والسنتي، وتالت حاجة هنطبع الاسم والطول بمفرداته.
تعال نشوف مع بعض البرنامج. أول حاجة نوصف المتغيرات. وصفت متغير اسمه نيم ونوعه string عشان ده هنخزن فيه الاسم. وفي متغيرات وصفناه اسمها length و length 1 و length 2 as integer. هنبدأ ندخل الاسم برسالة زي ما تعودنا قبل كده، console.readline الأول، enter name، والنيم بيساوي console.readline. دي رسالة تطلع للمستخدم عشان يعرف هو المفروض يدخل ايه، وهنا المستخدم بيدخل القيمة اللي هو عايزها تتخزن اوتوماتيك في الفاريبل اللي اسمه نيم. هندخل برضو الطول برسالة، برضو console.readline enter length، ويحسب لي length هنا بيساوي console.readline. هنبدأ نحسب بقى المتغيرات بتاعتنا بتاعت الطول. هنقول length 1 بتساوي length على 100، وناخد بالنا ان على دي اللي هي الانتجرال ديفيجن اللي هي بتقسم قسمة صحيح، فيقسم لي length على 100 ويحط لي الناتج الصحيح في length. length 2 هيساوي length مود 100 اللي هو باقي قسمة length على 100. دلوقتي نقدر نطبع رسالة الـ output. هنقول له console.writeline النيم يو ار وي length 1 وجنبها كلمة متر، and length 2 وجنبها كلمة سنتيمتر. وندخل طبعا جملة نوقف بيها برنامج اللي هي console.readline. مع بعض نشوف البرنامج. نبدأ نوصف المتغيرات. هنبدأ ندخل النيم برسالة. نلاحظ انه في غلطة بيدينا خط ازرق تحتيها بحيث يوضح لنا ان في غلطة عشان نظبطها. نفس الكلام نعمله للمتغير التاني. هنكتب رسالة تظهر للمستخدم علشان يفهم ان هو مطلوب ان هو يدخل الطول. نبدأ هنا نجري حساباتنا حيث أن length 1 بيساوي length على 100، ونلاحظ أن على مكتوبة دلوقتي ب اللي هي الـ integral division. length 2 بيساوي length مود 100. هنبدأ نكتب جملة الطباعة، جملة الإخراج.
في الاخر لازم نعترضها زي ما احنا عارفين كونسول دوت ريد لاين عشان نوقف البرنامج. تعالوا بعد نحفظ الكلام ده نشغل هذا البرنامج. قال لي دخل الاسم بتاعك، قلت له عاطف. قال لي طولك كام؟ قلت له 185، فكتب لي انت طولك 1 متر و85 سنتي، وطبعا ده اللي احنا كنا عايزينه. ووقف البرنامج، اديله انتر على الفاضي يخلص البرنامج. في ملحوظة، يمكن تضمين جملة الطباعة حساب بعض العمليات. نفس البرنامج اللي فات هي توظيف المتغيرات، بس ما وصفتش متغير لينث 1 ولا لينث 2. دخلت النيم، دخلت اللينث برسالة، جيت هنا عملت عملية الطباعة. نبص مع بعض على جملة الطباعة. قلت له نيم يو ار از يو ار لينث انتجرال ديفيجن 100. يبقى انا اللي حصل ان انا في جملة الطباعة حطيت عملية حسابية. نفس القصة هنا، قلت له لينث مود 100. ودي ملحوظة ان احنا ممكن ان احنا جملة الرايت لاين جملة الطباعة نضمنها ونحط فيها بعض الكالكوليشنز بدل ما نوصف متغيرات ونقعد نحسبها ونطلعها. احنا ممكن ان احنا في جملة الرايت لاين نطلع على طول نعمل عملية الحسابية واحنا بنطبع. Example 5 make a program to solve quadratic equation. قم بعمل برنامج لحل المعادلة التربيعية ax تربيع زائد bx زائد c تساوي 0. كنا طبعا عارفين الحل بتاعها اللي هي ان الx سواء x1 او x2 بتساوي minus b plus or minus square root of b square minus 4 AC divided by 2A. أول حاجة صياغة المشكلة وحلها. أول حاجة هندخل متغيرات المعادلة اللي هي الـ equation parameters معاملات المعادلة. تاني حاجة حساب جذور المعادلة calculate the equation roots. تالت حاجة طباعة جذور المعادلة. تعالوا بعض نشوف البرنامج. أول حاجة نوصف المتغيرات اللي هما A و B و C دي اللي هي تدخل قيمة X1 وقيمة X2، وطبعا هندخلهم ديسيمال. ودي حاجة ما اتكلمناش عليها قبل كده، لأن طبعا ممكن الـ A والـ B والـ C و X1 و X2 يكونوا أرقام غير صحيحة. هنبدأ ندخل معاملات المعادلة برسالة سواء الـ A أو الـ B أو الـ C. هنحسب قيمة الجذور، ادي x1 وادي x2 نفس المعادله اللي احنا اتكلمنا عليها ناقص b زائد او ناقص. طبعا ما ينفعش اقول زائد وناقص في نفس المعادله، فانا خليت x1 فيها زائد وx2 فيها ماينس. b تربيع ناقص 4 ac على تان اس نص عشان تحت الجذر على 2 a. يبقى قدرت احسب قيمه x1 وx2. هنبدا نطبع. نقتلنا من الطباعه طباعه بسيطه. في هنا دبل كوتيشن، يبقى هيطبع لي على الشاشة x1 equal، ويلاقي في هنا x1 من غير دبل كوتيشن يطبع قيمتها. وبعدين في x2 equal بين دبل كوتيشن يحطها زي ما هي على الشاشة. وبعدين في x2 من غير دبل كوتيشن يوم يطبع قيمتها. وبعد كده هنوقف البرنامج عن طريق console.readline. تعالوا مع بعض نعمل هذا المثال على الدوت نت. للمثال الخامس هنقول له ديم A و B و C و X1 و X2 as decimal. هنبدأ ندخل المتغيرات اللي عندنا console.writeline ده ممكن نخليها write بس ونشوف ايه الفرق بين الرايت لاين والرايت. الرايت لاين بينزل في سطر جديد
اما الرايت باس ما بينزلش في سطر جديد، يعني هنشوفه مع بعض. شوف الامثله اللي فات كان بيديني الرساله وينزل في سطر جديد ينتظر مني ادخال قيمه المتغير اللي انا عايزه، لكن انا هنا هاجي اقول له انا اخد كوبي بيست تمام، بغير في الكتاب اللي عندنا اللي نسيب اكس 1 من القانون نلاحظ ان احنا لما نجي نقول 4 اي سي ما ينفعش قلنا 4 اي سي على طول، قلنا 4 في اي في سي. نص نص عشان الجذر مقسوم على 2 ايه، ونخبر لما جينا نقول على 2 ايه قلنا على 2 في ايه بين قوسين عشان يضرب الاول 2 ايه وبعدين يرجع يقسم. طب ممكن ناخد كوبي وبيست بس نخليها اكس 2، والفرق الوحيد هو اشارة الماينس. هي تقول له كونسول دوت رايت لاين هيطبع لنا اكس 1 ايكوال، بعدين يطبع قيمة اكس 1، وبعدين بين دبل كوتيشن هيجيب لي اكس 2 ايكوال. بعدين يطبع لي قيمة اكس 2، ومننساش في الاخر خالص نديله جملة console.readline عشان يوقف البرنامج. نحفظ البرنامج ونشغله. قال لي دخل قيمة الايه، ونلاحظ ان هو ما نزلش في سطر جديد، لا ده هو وقف في نفس السطر عشان اديله القيمة. ودي الفارق بين console.writeLine اللي هي في بتاعت الرسالة اللي كانت تسبق جملة الإدخال. في الغالب الأفضل إن احنا نخليها write بس مش write line، بحيث يخلي لي واقف في نفس السطر. هكتب له مثلا ال A ب2 ال B ب4 وال C بناقص 8، ادى ايرور. طبعا انا في غلطة في الكتابة عندنا، انا قايل له بي تربيع في 4 اي سي هي المفروض ناقص 4 اي سي، وشفنا ان هو ادانا ايرور لما جه يحسب راح مطلع لي اكس 1 بكذا واكس 2 بكذا. لو شغلنا البرنامج مرة تانية اللي دخل الايه هقول له 1 البي ب3 السي بناقص 6، راح مطلع لي قيمة اكس 1 وقيمة اكس 2 وانتظر مني ان انا اديله انتر عشان يخلص البرنامج. شفنا ازاي عملنا برنامج قيم لحساب جذرين بتوع معادلة تربيعية. في ملحوظة، يمكن عمل بعض الحسابات الوسيطة لتوفير الوقت وزيادة الكفاءة. ازاي الكلام ده؟ من نفس البرنامج اللي فات بس هنوصف متغير زيادة عندنا اسمه دي، وهندخل الـ A والـ B والـ C. نلاحظ ان القيمة بتاعت بي تربيع ناقص 4 اي سي اتحسبت مرتين، مرة عشان احسب اكس 1 ومرة عشان احسب اكس 2، فننفع اطلعها بره احسبها الاول بقيمة اسمها دي،
واجي بعد كده احسب قيمة الجذور، اقول ناقص بي زائد دي اس نص وناقص بي ناقص دي اس نص، يبقى انا كده حسبت الجذور بتاعتي بطريقة ابسط، بحيث ان انا حسبت قيمة المتغير دي اللي هو المميز، اللي هو المميز اللي احنا كنا بنقول عليه زمان لو نفتكر، وبحيث ان هو يشتغل لي مرتين من غير ما اعمل تكرار في الكالكوليشنز. فانا ممكن ادخل دلوقتي على البرنامج هنا، اخد القيمة دي كلها وسميها دي، واضح ان هو دي حاطط تحتيها خط احمر عشان مش متوصفة. حطينا هنا دي في الدم، هنلاقي ان هو شال الخط الاحمر بتاعها، وهنا تبقى دي على طول بقى دي اس نص، وهنا دي تبقى دي اس نص. تعال نشغل البرنامج، هنقول له 1 4 ناقص 12 الاكس 1 ب2 و x2 بماينس 6، قدر ان هو يحسب الجذور بالظبط. هنا بقى حاجة مهمة ملحوظة، يلزم اخذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث اخطاء اثناء التشغيل. يعني ايه الكلام ده؟ لو جينا شغلنا البرنامج ده مرة تانية، احنا شفنا حضراتكم لما دخلنا له، لو قلنا له الاي بواحد والبي باربعة والسي بناقص 12، إذن x1 ب2 وx2 ب-6. طيب تعالوا نفس البرنامج ده نشغله مرة تانية بس نديله قيم أخرى. هنديله الـ a بواحد والـ b بأربعة والـ c بموجب 12. واضح إن هو هيديني جذور تخيلية. فراح البرنامج وقف واداني ايرور، دي بناقص 32، قال لي اوفر فلو، معرفش يحسب الجذر بتاع رقم سالب. فلازم ان انا كمبرمج ان انا راعي اعمل تيست للبرنامج بتاعي بحيث اشوف ايه الاخطاء اللي ممكن يقع فيها اليوزر. ممكن اليوزر مش عارف في دخل اي ارقام، فلازم ان انا راعي الحته دي ان انا ابدا اعمل شروط ان هو ما يحصلش الايرور ده للمستخدم، زي ما هنشوف مع بعض ان شاء الله تعالى. طيب هندخل ان شاء الله على موضوع مهم جدا اللي هو الكونديشن ستيتمنت، الجمل الشرطيه. يعني ايه جمل شرطيه؟ انا في بعض الاحيان بعوز ان انا احط الشروط في البرنامج. الجمل الشرطيه ليها صيغه بسيطه جدا، اف وبعدين جملة الشرط then else and if، دي الصيغة بتاعت الجملة الشرطية. بين then و else بنحط جواب الشرط في حالة الإثبات، بين else و and if بنحط جواب الشرط في حالة النفي. يعني بالبلدي كده لو حبينا نقول، أقول لك لو إنك رحت الكلية ولقيت في محاضرة احضر المحاضرة وإلا روح البيت. يبقى كان في جملة شرط تروح الكلية وتشوف في محاضرة ولا مفيش، لو الشرط اتحقق احضر المحاضرة، هي دي جواب الشرط في حالة الإثبات. إلس لو الشرط متحققش وإلا، يبقى جواب الشرط في حالة النفي إنك تروح البيت. تعالوا مع بعض نشوف جملة الشرط. جملة الشرط بتكون مقارنة بين قيمتين، قيمة أولى وأداة مقارنة وقيمة تانية. الأداة المقارنة في عندنا أدوات للمقارنة، هما الست اللي قدامنا دول، إيكوال يساوي وأكبر من وأصغر من، ولا يساوي وأكبر من أو يساوي وأصغر من أو يساوي. تعالوا نرجع مرجعنا لنفس البرنامج بتاعنا اللي هو بتاع المعادلات، بس عايزين نكتبه في صيغة تانية. نفس القصة، ان وصفت المتغيرات في الاول وبدأت ادخل البارامترز A B C عن طريق رسائل، هبدأ احسب قيمة المعامل المميز اللي هو دي اللي هو بي تربيع ناقص 4 اي سي،
وهنا بقى هقف، بدل ما كنت على طول بدخل في حساب الجذور مرة واحدة مباشرة، هاجي هنا اديله جملة شرط اف دي greater equal zero. لو الدي بتاعتنا، اكبر من او تساوي الزيرو، يبقى ده معناه ان الجذور بتاعتي جذور حقيقية، فده يستدعي مننا ان انا في جواب الشرط ان احسب قيمة x1 و x2 زي ما خدنا قبل كده واطبعهم. else لو ما اتحققش الشرط ده، معنى كده ان الجذور بتاعتي تخيلية، فهبدأ اقول له console.writeLine واكتب له رسالة. طبعا مش هحسب الجذور، هقول له the roots are imaginary وهديله end if، وما انساش اديله جملة اوقف بيها البرنامج بتاعنا. تعال ندخل تاني على البرنامج بتاعنا كده ونظبط هذا الموضوع. بعد ما حسبنا الدي هنقول له اف دي اكبر من او تساوي الزيرو زين. هو الواحد حط جملة end if، هننقل الثلاث اسطر دول ونحطهم هنا، نكتب له else. لو حصل انهم ما تحققوش هكتب console.writeLine the roots are imaginary. تعالوا نشتغل مع بعض البرنامج ونتعمد ان احنا ندخل حاجة تدينا جذور تخيلية. 1 4 12 راح مدي رسالة وقال لي the roots are imaginary. اما لو شغلت قلت له 1 4 ناقص 12 فراح مطلع لي x1 و x2 بالقيم بتاعتهم الحقيقية اللي اتحسبت. Make a program based on the following output. عايزين نعمل برنامج على الأساس التالي. هيقول لي enter value. لو قلت له 5 هيقول لي double of 5 is 10. يقول لي enter value. لو قلت له 10 يقول لي half of 10 is 5. يعني بمعنى بسيط ان هو هيشوف الفاليو اللي انا مدخلها له لو هي odd يعني فردية هيطلع لي الدبل بتاعها. لو القيمة اللي انا مديها له even يعني زوجية هيطلع لي الهاف اللي هو النص بتاعها. بسيطة جدا. يبقى احنا اول حاجة هندخل الرقم، تاني حاجة هنختبر الرقم لتحديد العملية التي يتم اجراءها، هل هو اود ولا ايفن. لو اود ليها عملية، لو ايفن ليها عملية. بعد كده هنجري العملية الحسابية المناسبة تبعا للشرط، بعد كده بنطبع ناتج العملية الحسابية. تعال نشوف مع بعض البرنامج، وان كان ممكن البرنامج ده بصورة مختصرة وهنشوف مع بعض. هنقوله console.writeLine enter value، او ممكن كمان نشيل كلمة line نخليها line بقى انت write بس. توصيف المتغير وادخال قيمته. dim value as integer بتساوي console.readLine، ودي مسألة جديدة لسه اول مرة نشوفها، ان انا ممكن ادمج جملة التوصيف مع جملة الادخال. يجوز. هنبدأ نديله نعمل شرط، هنقول له if value mod 2 equal 0. لو الباقي من قسمة المتغير اللي اسمه value على الاتنين ساوت 0، طبعا ده معناه ان هو even يعني زوجي، فهنكتب له half of value is value divided by 2. ونلاحظ ان احنا عملنا عملية حسابية في الطباعة. else لو الشرط ما اتحققش، يعني لو ما كانش الباقي بزيرو، يعني كان odd، يعني كان فردي، هنكتب له برضو جملة تانية double of value is value على value في اتنين، بحيث ان هو يجيب الدبل، واحط جملة ال end if نهاية جملة الشرط، وما انساش احط الجملة اللي بنوقف بيها البرنامج بتاعنا. تعالوا مع بعض ندخل نعمل هذا البرنامج.
كونسول دوت رايت انتر فاليو هنيجي نقول له ديم فاليو از انتجر ايكوال كونسول دوت ريد لاين. نبدأ نختبر قيمة الفاليو، نقول له if value mod 2 equal 0 then فين else. لو هو الشرط اتحقق يعني القيمة دي ان كانت قيمة زوجية هنقول له console.writeLine نقول له half of نطبق قيمة الفاليو وبين دبل كوتيشن نقول له is ونقول له فاليو على 2 ونحط كمان فول ستوب في الاخر. الكلام ده لو هو طلع زوجي. لو هو طلع فردي بدل هاف هنقول له دبل اوف فاليو از بدل الفاليو ما هي على 2 هتبقى في 2 وما ننساش في الاخر نديله جمله كونسول دوت ريد لاين عشان نوقف البرنامج بتاعنا. هنحفظ ونشغل البرنامج مره هيقول لي انتر فاليو هنقول له 5 او 3 اللي دبل اوف 3 از 6. لو شغلنا البرنامج مره ثانيه وقلنا له 8 هيقول لي هاف اوف 8 از 4. واضح جدا البرنامج عمل المقصود منه. وشفنا ازاي جمله الاف قدرنا منها نحط شرط نميز بيه الارقام الزوجيه من الارقام الفرديه. في برنامج كمان عايز يعمل برنامج هيسأل له على الفاليو، لو ادينا له 0 يقول 0، لو الفاليو لا تساوي 0 يقول له فاليو كذا از نوت ايكوال تو 0. طبعا برنامج بسيط جدا. اول حاجه هندخل الرقم، هنبدا نختبر الرقم لتحديد الرساله المطلوب طباعتها، طباعه الرساله المناسبه. برنامج بسيط، اول حاجه هنوصف الفاليو از انتجر وندي رساله عشان ندخلها ونقرا الرساله عن طريق ريد لاين. وإن كان زي ما خدنا ممكن ندمج الجملتين دول مع بعض في نفس الجملة. هنقول له if value equal 0 لو الفاليو بزيرو يبقى يطبع لي 0 else هيطبع لي رسالة يقول لي إن الفاليو بتاعتك اللي أنت قايلها is not equal to 0 end if و console.readline. ملخص اللي إحنا قلناه، قلنا إن إحنا أي برنامج يحتوي على 3 خطوات، مدخلات ومعالجة ومخرجات. المدخلات بنتم عن طريق اسم المتغير نقوله console.readline، والمخرجات بنخرجها عن طريق console.writeLine واسماء المتغيرات المطلوب اخراجها. وعرفنا ان في حالة المخرجات ممكن نحط double quotation 2 double quotation ونكتب بينهم اي رسالة عايزين نطلعها للمستخدم. عرفنا الارثماتيكال اوبريتور على الجمع والطرح والضرب والاسم العاديه والاسم الصحيحه والمود بيجيب لي الباقي والاكسبوننشال بيجيب الاس. يمكن تضمين جمله الطباعه حساب بعض العمليات زي ما شفنا، وممكن نعمل بعض العمليات الوسيطه الحسابات الوسيطه عشان نوفر الوقت ونزود الكفاءه. خدنا الجمل الشرطيه مع بعض وعرفنا ان هي الصيغه بتاعتها if then else and if. هنحط هنا جملة الشرط اللي على أساسها بيتم التفريع، وهنا جواب الشرط في حالة الإثبات، وهنا جواب الشرط في حالة النفي. وكده يبقى انتهينا إن شاء الله من المحاضرة الأولى بإذن الله تعالى.